الاهلي وغزل المحله ماتش بيرجعنا للعصر الذهبي للمحله وفترات الجيل الذهبي للاهلي والمحله لما كان الاهلي بيروح استاد الرعب وكان دايما الماتشات فيها نديه والنتيجه ما ينفعش تتوقعها. مباراه قمه في الروعه باحداثها وبالاداء والريتم السريع اللي لعبوا الفريقين. الطعابه والحلاوه دي اقسم بالله. اما الزمالك والبنك الاهلي واضح ان مكنه الاي تي ام النهارده كانت معلقه والزمالك ما قدرش يسحب نقط واتخصم منه نقطتين يأثروا كتير جدا معاه نفسيا خصوصا بعد الهزيمة التقيلة من الاهلي والاداء الشبه جيد في مباراة الاسماعيلي. محدش يتحرك من مكانه. حش حرك مكانه. اقوله ينزل على الارض. مين ده اللي ينزل؟ عندنا النهارده كلام مهم جدا، اولا في مباراه الاهلي والمحله، بعدها مباراه الزمالك والبنك الاهلي. بس قبل اي حاجه ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتعملوا سبسكرايب للشانل وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديده اللي بننزلها. بدأ الأهلي النهاردة بتشكيلته اللي بقت معتادة 3-4-3، الشناوي وقدامه ياسر إبراهيم في عمق الملعب بدر بنون والناحية الشمال أيمن أشرف، قدامهم على اليمين أكرم توفيق، على الشمال علي معلول، وفي عمق الملعب السولية وديانج، قدامهم على اليمين بيرسي تاو، على الشمال أفشة، في عمق الملعب محمد شريف. ايه هي الفكرة الاساسية اللي دور عليها النهاردة بيتسو موسيماني سواء في الناحية الهجومية ولما سجل الجول الاول؟ ايه هي النقطة الاساسية في التحولات الهجومية زائد مشكلة دفاعية كبيرة لابد من تصحيحها قبل الفترة الجاية لان كل فترة اصعب من قبلها؟ النقطة الأساسية اللي كان بيفكر فيها بيتسو موسيماني النهاردة هي الخروج دايما من عمق الملعب في المساحة بين الخطوط في ظهر وسط ملعب فريق غزل المحلة. تعالوا مع بعض نعد 1-2-3-4-5-6 لعيبة 4-2-3-1 للمحلة، ادي المهاجم ثلاثي اللي تحت المهاجم، 2 وسط الملعب، وادي هنا في ظهرهم بيتحرك بيرسي تاو. عمر السولية استلم نقل اللعبة على طول عند بيرسي تاو في المساحة اللي في ظهر خط وسط فريق المحلة. تكملت الكرة وهنا بقى التنوع الهجومي اللي عامله بيتسو موسيماني للأهلي في 4-3-3. بص بيرسي تاو فين في عمق الملعب، لاحظ معايا مجدي قفشة، طالما بيرسي تاو دخل في الناحية دي هو لازم يميل على ناحية الوينج عشان يقدر يطلع ويطير أكرم توفيق. فقفشة لما دخل سحب الباك طلع أكرم توفيق عشان يبدأ أكرم توفيق بأسلاح هجومي للأهلي من ناحية اليمين. يبقى أنت مركز دايما في الخروج وفي الهجوم من منطقة عمق الملعب في البوكت، دايما يا قفشة يا بيرسي تاو واحيانا عمر السولية بيخشوا هما في المنطقة دي، لكن عندك برضو تركيز كبير في انك دايما تنقل اللعب على الاجناب لان ده اللي بيفتح مساحات في الملعب وبالتالي تبدأ تهاجم من العمق. لاحظ معايا حتى في التحولات انا بتحول فين، بص 1-2-3-4-5-6-7 لعيبة من المحلة في الحالة الهجومية، انا لما بتحول بتحول في ظهرهم هنا عن طريق مجدي قفشة اللي بيتحرك في ظهر وسط ملعب فريق المحلة عشان يبدأ هو يبقى نقل اللعبة عن طريق المنطقة بتاعت عمق الملعب. من هناك انا ببقى قريب للجول اقدر ان انا افتح اللعبة على الاجناب او استمر في الهجوم من عمق الملعب. لاحظ معايا الفكرة، اليو ديانج عمر السولية الاتنين بيتحركوا عشان ياخدوا عين وسط الملعب فيحرروا هنا مجدي قفشة في البوكت بين الخطوط. وهنا نرجع ليه مباراة الاسماعيلي ونرجع لمباراة الزمالك اللي خلت الاهلي ليه شكل هجومي كويس جدا وخلت الاهلي بقى ممتع هجوميا، هي الفكرة دي ان قفشة وبيرسي تاو هم وينجين لكن دايما بيخشوا في عمق الملعب عشان يستلموا في البوكت هنا بين الخطوط فيفتحوا مساحات كبيرة جدا على الاجناب سواء لمعلول او اكرم توفيق. هنا بقى النقلة اللي انا بقول لكم عليها، بص قفشة فين، قفشة بيستلم في عمق الملعب فساحب معاه الباك لانه بيستلم في ظهر وسط الملعب فاضطر الراجل ده انه يخش معاه لانه لو سابه قفشة هيستلم هنا بمنتهى الاريحية في مساحة كبيرة لوحده فاضطر انه يخش معاه. لاحظ هناك علي معلول اتفتحت له مساحة ازاي. هنا دي بقى بقول لكم دي عبقرية وذكاء بيتسو موسيماني في انه خلاص سيستم لعيبة الاهلي على 3-4-3 عشان اقدر ادخل الوينجين زي ما بقول لكم في عمق الملعب يشتغلوا هم في عمق الملعب في البوكت منطقة بيتسو موسيماني المفضلة وفي نفس الوقت ابدا اخلق مساحات على الاجناب سواء لاكرم او علي معلول عشان يبقى عندي تنوع. لما انا افتح الملعب على الاجناب هفتح في مساحات الملعب فهوسع فجوات في دفاع المنافس فيبدأ عمق الملعب عندي يشتغل. هنا بنشوف التنوع والتطوير، انا ازاي بشتغل على كل الاجزاء في الملعب. لاحظ معايا هنا اكرم توفيق فاتح الملعب، هنا بيرسي تاو الوينج اللي المفروض يبقى هنا
واخد عين الراجل ده وداخل لجوه. هنا عمرو السوليه محرر نفسه وبيزيد هو في المساحه هنا في البوكيت بين الخطوط. محمد شريف هنا، اليو ديانج هناك، علي معلول، وهنا قفشه ساقط يستلم او يبدا يطور اللعبه من تحت. ركز معايا بقى في الحاله دي، بص بيرسي تاو فين. بيرسي تاو واخد عين الراجل ده، فمدي اريحيه كبيره جدا لاكرم توفيق انه يبدا يطير ويفتح اللعب الناحية الهجومية. هنا تعال نركز مع بعض في حاجة، بص دفاع غزل المحلة. قفشة هنا ممكن يمرر لمين؟ هل ممكن يمرر لعلي معلول في المساحة دي؟ ممكن، لكن زاوية الباص فيها ريسك شوية، الراجل ده مقرب والراجل ده مقرب والراجل ده قافل، فانه يمررها في العمق هنا محتاجة قوة كبيرة جدا في الباص، ريسكي جدا لأنها لو اتخطفت ممكن تترد هجوميا لغزل المحلة. تاني حاجة، بص هنا الحلول، هنا زحمة كبيرة جدا من فريق غزل المحلة، فما فيش حلول، لكن ايه الحل؟ أكرم توفيق. أكرم توفيق فاتح اللعب في المساحة العكسية، ولولا هنا تمركز بيرسي تاو أو دخوله جوه عمق الملعب ما كانش هيخلق مساحة لأكرم، فما كانش هيديك حل هجومي، فما كانش هيخلي حامل الكرة اللي في المنطقة دي يفكر إنه يعكس اللعب في المساحة العكسية وينقل أكرم توفيق في ال 30 متر الأخيرة. بص بقى أهمية فكرة الاستلام بين الخطوط والهجوم من البوكت. لاحظ هنا قفشة استلم فين؟ استلم في ظهر وسط الملعب. ركز معايا، تمركز قفشة هنا هيعمل خلخلة ازاي في خط الدفاع. بص الحالة دي، بص المدافع اللي كان هنا مع محمد شريف طلع عشان يقابل قفشة مجبر مش بمزاجه، هو الراجل لاقي قفشة قدامه في مساحة كبيرة وجايب وشه، يعني في خطورة، ريسك بريسك انا هطلع قبله، طلع قبله ففتح مساحة هنا لمحمد شريف يستلم جوه عمق الملعب جوه منطقة الجزاء بدون ادنى ضغط، سلم له قفشة كرة وقفشة انطلق عشان ياخد الطول، حتى في الاعادة قفشة بقى بيعمل له كده اللي هو مرر. محمد شريف برضو بحكم ان هو مهاجم، المهاجم في حتة انانية شوية، فلف هو وسددها الكره اللي وقعت من ايد الحارس، انما هو لو كان مررها لقفشه كانت هتعمل خطوره كبيره جدا وكانت هتصنع الفارق. اذا كل ما الاهلي بيستلم في عمق الملعب بيخلق خطوره، وكل ما بيستلم الاهلي في عمق الملعب وبيخش قفشه وبيرسي تاو لجوه بيفتح معلول واكرم توفيق عشان ينوعوا حلول الاهلي ويخلوا فيه تعدد وتنوع للمحاور الهجوميه. بيتسو موسيماني بيعمل سيناريوهات للجيم، مقسم الجيم، سجل جول في اول 10 دقايق، فاذا انا عندي نوعيه لعيبه بتجيد جدا التحرك والانتشار في المساحات، يبقى انا هعمل ايه؟ انا سجلت جول بدري، المحله طبعا هيبقى فيه رد فعل، فانا هتراجع دفاعيا لورا وابدا اتحول هجوميا عشان انا عندي سرعات زي بيرسي وشريف وقفشه. طيب ايه هي الفكره الاساسيه او ايه هي محطه اللعب الاساسيه اللي كان بيعتمد عليها الاهلي لنقل الهجمه بسرعه او التحولات بسرعه؟ انت محتاج عشان تتحول بسرعة لعيب يقدر يقف على الكرة وفي نفس الوقت عنده سرعة في نقل الهجمة. مين هو؟ اليو ديانج. الاهلي كلما حب يتحول من الوضعية الدفاعية للحالة الهجومية كان عن طريق اليو ديانج. اليو ديانج بيقدر يقف على الكرة، بيقدر يعمل الاختراقات الطولية بشكل كويس جدا وعنده سرعة كبيرة بالكرة، وتطور كتير جدا. اللي كان متابع حلقات انا صاحب الكوره كنت دايما بتكلم ان احد مشاكل اليو ديانج هو انه ما بيعرفش يخرج بالكوره تحت ضغط، لكن الموسم اللي فات وبدايه الموسم الحالي بدا التطور يبان على اليو ديانج في مساله الخروج بالكوره تحت الضغط. اليو ديانج هو السريع المحطه اللي هو بيبقى اول اداه للاهلي عشان نبدا نخرج في المناطق الدفاعيه والتحولات لمناطق غزل المحلة. بص اليو ديانج وصل فين، ضرب كل اللعيبة دي بالسرعة، بس نقل الكرة لمحمد شريف في مساحة عشان يبدأ يحط محمد شريف في ال 30 متر الأخيرة. الموضوع مش مرة ولا اتنين، لا الموضوع ده أساسا اعتمد عليه بيتسو موسيماني بعد الجول الأول، وبدأ هو ده الحلقة الأساسية والدايرة، الأداء اللي ببدأ أتنقل عليها عشان سرعته فيبدأ يطلعني لل 30 متر الأخيرة. اليو ديانج أهو، نكمل ونشوف. استلم، ضرب خط وسط الملعب، ثلاثة بس في الحالة الدفاعية في مواجهة مباشرة مع هجوم الأهلي، بيرسي تاو فاتح الناحية التانية، اليو ديانج بيمررها له في المساحة عشان يبدأ اليو ديانج يخش برضه ويزيد في ال 30 متر الأخيرة ويحطه في موقف واحد ضد واحد مع فتح الله. اليو ديانج في الشوط الثاني دايما بيقف ورا خط وسط ملعب فريق المحلة، الأهلي أول ما بيقطع الكورة بيبدأ ينطلق في المساحة دي، يستلم الكورة بيضرب الخطوط بسرعته، بيبدأ هنا يوصل محمد شريف، الكورة طولت شوية لكن في النهاية الفكرة أو المحطة الأساسية بتاعتي في التحولات هو اليو ديانج لما يمتلكه من قدرة وقوة وصلابة، وبقى بيجيد جدا التحرك من تحت ضغط، وده غير الاختراقات الطولية الهائلة عنده
وسرعته طبعا، فبيبدا ينقل الاهلي في مساله التحولات بشكل سريع. نيجي بقى لاحد المشاكل الدفاعيه للاهلي واللي بقى بيعتمد عليها معظم الفرق اللي بتقابل الاهلي. ايه هي؟ اتعملت في مباراه البنك الاهلي، واتعملت في مباراة المقاولين، في أجزاء من مباراة المقاولين، وتعملت النهاردة كتير جدا، وهي المساحة ما بين بيرسي تاو وأكرم توفيق، والمساحة ما بين أفشة وعلي معلول. هي دي المساحة اللي دايما بيتحول فيها أو بيحب يتحول فيها المنافس لو عايز يضايق الأهلي بأي شكل من الأشكال. دايما المحلة كان يجمع اللعب في المنطقة دي، بيحتفظوا بالكرة تحت ضغط بشكل كويس، يعكسوا اللعب في المساحة دي مجرد ما بيرسي تاو يرحل أو يخش هو في عمق الملعب، فيبدأ يحط أكرم توفيق في مواجهة واحد على واحد وأحياناً اتنين على واحد. فكان رد فعل موسيماني إيه؟ ترحيل ياسر إبراهيم جنب أكرم عشان يقابله هما الاتنين. فدي أحياناً فكرة لعب بتلاتة بتعالج دي أو بتتصدى للنقطة دي، بس أحياناً في المواقف اللي زي دي لو السيرد باك ما رحلش بدري شوية ممكن يحط أكرم توفيق في موقف واحد على واحد أو واحد على اتنين، ومنها قدر غزل المحلة إنه يسجل الجول الأول. تاني هو بص المساحة ما بين علي معلول وقفشة، بص بقى ركز معايا بيحصل إيه. قفشة هو استلم الراجل ده في مساحة كبيرة جداً، علي معلول فكر إنه يروح يغامر ويضغط لأنه عارف ان ايمن اشرف مرحل فهيبدا يقفل على الراجل ده، لكن حاجه زي كده محتاجه سرعه كبيره جدا سواء من الضغط من علي معلول او الترحيل هنا من ايمن اشرف، لازم يرحل بدري عشان الراجل ده لو استلم هيبقى جايب وشه فهيواجه ايمن اشرف بشكل مباشر. لكن لابد على وينجات الاهلي من هم يردوا اسرع من كده شويه لما بيعملوا الترحيل مع الكره عشان ما يحطوش علي معلول في موقف واحد ضد واحد تحسبا لتأخر ترحيل أيمن أشرف أو الناحية التانية سواء بدر بنون أو ياسر إبراهيم في الترحيل مع أكرم توفيق. بدأ الزمالك تشكيلته بعواد وقدامه 4-2-3-1، عبد الغني والونش قلبين دفاع، قدامهم على اليمين حمزة المثلوثي، على الشمال عبد الشافي، قدامهم طارق حامد وإمام عاشور بحرية أكبر عشان يزيد مع الثلاثي الأمامي، قدامهم على اليمين زيزو، على الشمال مصطفى فتحي، في عمق الملعب أوباما، خلف مهاجم وحيد سيف الدين الجزيري. تعالوا بقى نشوف إيه هي المشاكل اللي واجهت الزمالك النهاردة وإيه هي النقطة اللي ما بيغيرهاش باتريس كارتيرون تماما. من البداية من أول الجيم حتى في بناء الهجمة الزمالك مركز على نقطة واحدة بس، ايه هي؟ اللعب دايما على واحد من الجنبين سواء زيزو على اليمين او مصطفى فتحي على الشمال او حتى لما بيعملوا سويتش، هي نفس الفكرة بتحصل. هنا امام عاشور مع الكرة، اولا عشان برضو ندي كل واحد حقه، هو مفيش امكانية خالص انه يمرر لطارق حامد في عمق الملعب، ولا حتى انه يرجع لعبد الغني، ولا انه يمرر هنا الحمزة المثلوثي على الجنب، فقدامه حل ايه؟ انه يلعب الكرة الطويلة. تعالوا نشوف الكرة الطويلة في مساحة لزيزو بس جامدة قوي فما لحقهاش زيزو، ففي النهاية ما استفادش بيها الزمالك. تاني نفس الفكرة، طارق حامد في عمق الملعب استلم الكرة، هو اللي بيبدأ بقى ينقل اللعب. اول فكرة جات لطارق حامد ايه؟ انه يمرر على الاجناب. ليه؟ لانه مش هينفع يمرر هنا لمصطفى فتحي لان مصطفى فتحي متراقب، اوباما هنا ما ظهرلوش، اوباما مستخبي ورا الاثنين دول فبالتالي مش هينفع يستلم، سيف الدين الجزيري طبعا مش هينفع يستلم لانه متراقب، وكذلك الحال لامام عاشور اللي طلع لقدام وساب طارق لوحده فبالتالي مفيش امكانيه انه يستلم، فولا واحد في عمق الملعب يقدر يستلم الكوره، ففي النهايه مضطر طارق حامد انه يلعب الكوره في الناحيه الشمال لعبد الشافي. نكمل ونشوف، عبد الشافي استلم الكوره، مجرد ما عبد الشافي استلم الكوره فضي هنا مصطفى فتحي، لكن بطء قرار عبد الشافي قتل الفكره، يعني عبد الشافي لو كان استلم الكوره بسرعه ونقلها في المساحه لمصطفى فتحي كان ممكن يصنع منها خطوره، لكن بطء القرار كان دايما بيعيق الزمالك انه يهاجم من عمق الملعب. لما اوباما فكر انه ينزل عشان يدي حل لتحت لقى ان المساحه في عمق الملعب هنا مقفوله برضه، لانه مين هنا بينزل يستلم؟ المفروض ان سيف الدين الجزيري، بس سيف الدين الجزيري عليه اتنين، فنقل اللعب فين؟ نقل اللعب على مصطفى فتحي على الطرف، وكل ما بتنقل اللعب على الطرف اولا انت محجم تماما عمق الملعب، تاني حاجه بيرد الوينجات معاك دفاعيا فبتقفل برضو الاجناب، عمرك ما هتجيب جول من الجنب، لازم تجيب جول من عمق الملعب، ما ينفعش تجيب جول غير من عمق الملعب.
طيب ايه بقى خلاصة اللي انت بتقوله ده كله؟ انت دلوقتي لقيت ان عمق الملعب مقفول. تاني حاجة، لما بتنقل اللعب عن طريق وينجين الزمالك، وينجين البنك الاهلي بيردوا دفاعيا عشان ما يسيبوش الباكين في موقف واحد ضد واحد، فبيحصل ايه؟ بيحصل اعاقة تماما، سواء من عمق الملعب او من الاجناب. امتى الاعاقة دي كانت بتتحل شوية؟ لما بيحرر واحد من باكين الطرف. انما هل هو كان بيعمل كده؟ لا. 99% من الجيم كارترون بحذره الزيادة كان مثبت حمزة المثلوثي وعبد الشافي. بص عبد الشافي مفيش نية انه يتحرك، حمزة المثلوثي بيحاول انه ياخد مساحة هنا عشان يفتح لعب، عشان يدي مساحة باص مش اكتر ولا اقل، انما مش بيفكر انه يزيد لقدام. بص الزمالك بيتحاول هجوميا، بص الوينجين اوباما سيف الدين الجزيري فين باكين الزمالك، فبالتالي باكين الزمالك ما بيزيدوش، عشان كده الزمالك ما كانش قادر يصنع الفارق. امتى الزمالك كان بيصنع الفارق؟ نشوف مع بعض. الزمالك كان بيصنع الفارق في حالة واحدة بس، لما واحد من الباكين كان بيزيد على حسب الهجمة ماشية ازاي. لو الكرة على اليمين بيزيد بمسلوسي، لما الكرة على الشمال بيزيد عبد الشافي، ولما بتكون على الشمال بتبقى اخطر لانه مصطفى فتحي بيقطع لجوه الملعب فبيعمل كثافة. فلاحظ معايا، سيف الدين الجزيري، مصطفى فتحي، ويوسف اوباما اللي في نظري هي دي قدرته، وهي دي قيمة يوسف اوباما، انه بيخش في عمق الملعب لهو الخفي، بيخش من البلايند سايد لمدافع بيسرق المساحة. الكرة دي لو ارتفاعها اقل من كده شوية ويوسف اوباما دخل بدري عن كده كان هيركب الكرة وكانت هتسكن الشبكة من بدري جدا. انتهت حلقتنا النهاردة، واتمنى يا رب تكون عجبتكم. لو عجبتكم الحلقة دوسوا لايك واعملوا سبسكرايب للشانل وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة اللي بننزلها. سلام.